منتخب رائع ما كومام مهم طربوا باه هو كل شيء فهمشي فهاد الفوز يعني راه غادي يعطي حماس كبير وغادي نزيدوا قدام ان شاء الله وان شاء الله كنتمنوا يديوا هذا الكاس ان شاء الله راح هو من نصيبنا ان شاء الله هادشي اللي كنتمنى لعبة كاملين زوينين وبوفال تبارك الله عليه وكنشكر الجول وكاع اللعابه زوينين ان شاء الله وكنتمنوا يحققوا لنا الكاس ويجيبوا لنا فرحه للبلاد ان شاء الله. هذا المنتخب الوطني جيد اهدار الفرص هذا هو المشكل اهدار الفرص مشكل المنتخب الوطني لازم تدخل المدرب لازم يكون ان شاء الله يكونوا في قادم المباريات يكونوا احسن وتسجيل الاهداف الفعاليه تكون امام المرمى. رجل المباراة هو سفيان بوفال كيف ما قلت لك سفيان بوفال هو كيعطي تمريرات حاسمة وباساج ممتاز لاعب متحرك نتمنوا ليه التوفيق في قادم المباريات هو قادر بالتشكيلة اللي عنده بالفعالية اللي عنده بالعزيمة والإرادة اللي عند المنتخب قادر أنه يدي كأس أمم إفريقيا 2022 بالكاميرون رسالة للاعبين هو أنه يكونوا رجال ويتقاتلوا ويعرقوا مزيان في وسط التيران ويكونوا رجال ويكون واحد الانسجام ما بيناتهم وان شاء الله غيكون تفوق في قادم المباريات ان شاء الله. بصراحه الاداء ديال المنتخب الوطني المغربي كان اليوم يعني يظهر بواحد الوجه مغاير عن المقابله الاولى اللي جمعته ضد منتخب غانا لان هذا الشيء كنا كننتظروه وكان كينتظر الجمهور الكريم لان كما سبق وصرح الناخب الوطني بان الخصم المقابله تعتبر بمثابه فخ. وهذا الشيء اللي حدث يعني لولا التجربه ديال العناصر الوطنيه والحنكه ديال الناخب الوطني يعني كنا نطيحوا في ذاك الفخ اللي صرح به الناخب الوطني ولكن بالرغم من النتيجه اللي هي 2-0 كيف ما شفتوا ضاعوا واحد الاهداف كثيره اللي ضاعوا لنا ولكن الحمد لله العناصر الوطنيه بحكم الخبره ديالها والتجربه ديالها استطاعت باش تاخذ ثلاثه النقاط ولهذا كنتمنوا بان في المقابله الثالثه القادمه ان شاء الله ضد منتخب الكابون باش نحصلوا على واحد النتيجه ايجابيه ونمروا للدور الثاني بواحد بواحد 9 نقاط ان شاء الله. واش نظرك المنتخب المغربي غيقدر يفوز بكاس امم افريقيا؟ ممكن علاش لا لان المنتخب الوطني يعني ما نساوش بان سبق المنتخب الوطني في العرس الافريقي وصل لعده نهايات يعني ولولا يعني اخطاء بسيطه كيف لتنا اللقب بين يدينا بصراحه ما نكذبوش بان يعني كنعرفوا المنتخب الوطني والعناصر ديالو كيدخلوا بواحد القتاليه وكيوصلوا يعني ممكن بان المنتخب الوطني يلعب النهائي أولا ياخذ العرس الافريقي باش نكونوا واضحين. خويا صراحة الأداء ديال المنتخب المغربي اليوم كان أداء اللي ناقص بزاف بالنسبة لي أنايا. الطريقة باش تعودنا ديال المنتخب شحال هادي ماشي هي الطريقة باش كنشوفوا دابا. حيتاش نقدر نقول لك بدل اللعبة هذا نقدر نقول لك ناخذ نجيبوا الكأس نديو غنديو اللقب. ولكن حنا ما كيهمناش اللقب قد ما كتهمنا ديك الفرجة. حنا جايين داخلين القهوة مثلا وجايين مثلا أنا جاي من حي ولاي رشيد باش نتفرج منتخب مغربي هنايا في المدينة. جاي باش نتفرج في كرة القدم ماشي باش نتفرج في هاد اللعبة اللي داروا دابا ما كيهمش النتيجة النتيجة راه نقدر نقول لك إلا ربحت وما لعبتيش كورة راه ما تسماش تسمى بحال ما لعبتش بحال ما درتش والو فهمتيني وصراحة جا خويا أداء كان ماشي في المستوى واش ما كانش روح القتالية كنشوفوا شي لعاب قلال اللي كانوا دايرين روح القتالية بحال مثلا الكعبي سق لنا ثلاثه ديال البيوتا اللي كنقدروا نكونوا بسبب ذوك ثلاثه البيوتا خارجين ضاربين هذا الفريق هذا ضاربينه بواحد 5-0 تقريبا بحال هكا حيت الفريق اللي كنا لاعبين ضده حتى هو ناقص المنتخب كنا لاعبين ضده ناقص بزاف وخويا بالنسبه لي انا الاداء كان طايح بزاف. صوتك مالو مشى؟ خويا العصا هذا الشيء اللي كنربحوا معاهم كنبقاو نتعصبوا كنجيو كنتعصبوا كنمشيو كنحضروا راسنا وجايين كنجيو بحال هكا كضربنا فهمتش كضربنا واخا كضرب النفس على الفريق المنتخب الوطني فهمتيني كضرب النفس على المنتخب الوطني وحنا راه غنشجعوا حتى الاخر وحنا راه معاه فين ما كاين يطور لينا من الاداء ديالو شويه وصافي ويعطيو اخويا شي رساله للاعبين الرساله للاعبين اخويا اللي غنقول لهم الله يهديكم علينا كيف ما كتشوفوا صوتنا راه فاح معاكم دخلوا التيران ما طالبينش منهم شي حاجه اللي كثيره انه ما يتقاتلوا ونتفرجوا في كره القدم وصافي هادشي اللي كاين اخويا اخويا الاداء ديال المنتخب المغربي يعني ناقص اليوم بشكل عام يعني ناقص بزاف وتشكيله يعني ما تبدل فيها والو يعني بحال التشكيله ديال الماتش اللي فات تبدل لاعب واحد هو ايوب كعبي هو اللي تبدل وهذاك ماشي عطى شي جديد يعني عطى غير واحد الخساره للمنتخب يعني ثلاثه البيوتا ولا اربعه اللي زقلينا قدام بوطو كان كيف قال داري خاصنا نخرجوا من واحد النتيجه اللي كبيره مع احتراماتي للمنتخب ديال جزر القمر.
واش كتشوف يعني بلي بهاد اللعبه ولا بهاد الفريق هذا ممكن يديو الكاس؟ اش نقول لك يعني بهاد اللعبه هذا اللي كيديروا راه مستحيل يعني يديو الكاس، يعني مستحيل حيت الا طاحوا ضد انديه ضد منتخبات بحال الجزائر ولا السنغال يعني راه ما غادي يديروا والو حيت عندهم هما لاعبين يعني في مستوى عالي، حنا عندنا لاعبين عندهم كفاءات ولكن ما كيلعبوش كره بهذا المعنى. كيخافوا؟ ما عرفش السبب، اش ما عرفنا السبب والله. رساله للاعبين. خويا كنقول لهم يعني يتقاتلوا معنا حيت كاينين لاعبين عندهم روح القتاليه. اشرف حكيمي تبارك الله يعني قصر في هذا الماتش اللي فات، قصر في هذا الماتش. ايوب كعبي هو اللي يعني دار ما دارش بو ماتش وصافي، اون جينيرال ما دارش بو ماتش. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.